انطلاق مسابقة أفضل تغطية للإبل الأوارك بإشراف وتنظيم كل من المنسق سفير الإبل الأوارك أبو حسن العبدلي وإشراف الإعلامي مبارك سيف. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز الإبل الأوارك في جميع أنحاء المملكة ودول الخليج العربي. شروط المسابقة: نوع الإبل، المشاركة مقتصرة على إبل الأوارك الجاهزة للعرض والتصوير. التصوير يتم من قبل فريق المسابقة. الفئة العمرية: يجب أن تكون الإبل المشاركة بكار بعمر يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. عدد الإبل المسموح به: يمكن لكل مشارك تسجيل بكرة واحدة أو اثنتين بالإضافة إلى قعود واحد. وأفضل عرض سيتوج بناء على تقييم إعلامي. الرسوم: تفرض رسوم رمزية على كل مشارك تدفع نقدا. مدة التسجيل: يبدأ التسجيل لمدة 7 أيام ابتداء من 18 وحتى 25 من شهر 4 لعام 1446. إنتاج وتقديم: قناة العساس. سناب سفير الإبل الأوارك أبو حسن العبدلي. وللاستفسار والتواصل يرجى التواصل على الرقم الظاهر أمامكم.